عليكم السلام. ها اشتريت الأغراض؟ ما حصلت، دورت كل المحلات وما حصلت إلا ذي القطعة. يا خالش سير سوي دلة شاي. تقدر تسوي دنقو؟ يا أخي فواد بدنقو. وسوي شوربة بعد إذا تقدري. إذا تقدري يعني. إن شاء الله. والله ما عارفه كيف اقسم راتبي، ما عارفه من وين اجيب مصروف حالبيت، راتبي ما يكفي وواجد اغراض ناقصاتنا. يا حبيبتي هدي هدي هدي، ما بس نحن ظروفنا صعبه، واجد ناس ظروفها صعبه، الله يفرقها ان شاء الله يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. باقيات 10 ريالات من الراتب وما عارفه كيف اتصرف. اقولش عندك سلف 10 ريالات؟ أقولش أنا قالش قبل بقى 50 ريال من راتب شهريا لأن بادخل جمعية، إذا ما عندش حاول استقرضي لي. شوف صديقاتش. حسبي الله على بليسكم، أنتوا ما ترحموا أخذكم ما تحسوا فيها. زين 5 على الأقل. أقول لك بطني سوى معزوفات موسيقية ياخذ دقني القوة. والله حتى أنا قاني قوة ترى. قاعد اقوع وباغينش تسوينا ناشف دقاق. ما اقدر، فيني نوم اريد انام. معلش كذاك بايخه، خله بس على السريع. استغفر الله. زين اقول لك بعد المغرب باغي اسوي سياره، باغي اطلع مع الشباب. ما يصير اعطيك لاني باغي تنهى السياره، باغي يروح العرس بعد المغرب. نعم بتروح عرس نانسي عقرب. اقول لك باغي مفتاح السياره ولا ترى بقص لسانك. زين بعطيك المفتاح لكن توعدني ما تتاخر. اوعدك ما اتاخر 12 ونص ورقه. 12 و25. وانا ضفتي غرفتي بعد ما خلصت. زين من خلصي غسلي الحمام، نظفي الدرايش المروحة، نظفي الغرفة القدران حتى بعد، وكين كير بعدها. أقولش من خلصي غرفتي نوها، أقولش ببيع البنجر المالش محتاج مبلغ. ترى هاليوم متصلة فيني الحرمة وقالت لي أبغاها حال ولدي مازن مورد له. أنا بصراحة قلت لها موافقة، حيت إن الولد ما شاء الله عليه أدب وأخلاق وفلوس ومزوي له بيت ومكون عمره من كل شيء. ما حالش كلامش حالي، بايتنا ولا ما بايتنا؟ اللي تشوف يا أمه. بس عقب نتوكل على الله وانتو أخوالها. مبروك مبروك الأخت، تستاهل كل خير. بس لكن أنا عندي شرط، إذا ما يوافق باغي 1500 من المهر. أنا عادي موافق موافق، بس باغي 2000 أنا باشتري سيارة مستعملة. سلامات أنت وياه، سلامات. أنتوا عاد عدوا رجال، روحوا دوروا لكم شغل، سووا لكم شيء، كل واحد فيكم كبرة كبرة الديناصور، لا شغل ولا مشغلة ما تحطوا بلاكم عليها المسكينة. من هل بتجيب لكم أنتوا غوازي حال هذه الأمور؟ حتى على المهر قبضي لها قبضة؟ شفتي ما؟ شفتي كيف انهم معذبيني؟ حتى مهر قسموا بعدني ما استلمته، يا اخي حرام عليكم، انا اخذكم ليش تسوي فيني كذا؟ زي ما مشكلة، شي سيارات مال 1000 ريال، جيبي 1000 وخلاص طاح الحطب. اقوش ناس عقرب شو عندك 3 ريال رصيد؟